وحان إضغي إلى السادة نظر سعودين شرعي طوالي بلدتين وحايا هاي إيهانو كفل صرين إيهاني نوية إبني وزيفي وسارد الرشيطة قرانكا السادة نظر سعودين بلدو سيل وكبير هابا قولي لها تقولون بآتكا وعوضي إيهان الموالي وزيفي قاشاني هو هوري بتفايدالي شرعي غور بصوت الطالي وزيفي رشيطة قرانكرا أنت وشيخ ما زغيا وحكى عصر يا مخطوفة سيريا إلى وربحين وشاردة وشيخ خرسكا هذه كيريسو مغنيات قراءة وكيلة سي أي يجب التالي شكرا أترك الله يسو ملكا وربحين لودة مميرا سيارا وحيا عن هايسان أيها في لنا للمجيد والتالي والسلام عليكم شركو دور بشرف عليه حضنها بلها دمانتك وسلامتي وكل وال واكر ووحوي قرياش قرب كل شيء ما كده حيسة شرعي ما لقوه الشقيا أما هذا فصل بهم الوال وال صوت بعلامي هم مهمة شرعي ما لقوه الشقيا ما كان خبر حسنا شرع كوفة ديو شرعنا عن كل شيء ديو وحقا وسائر ده شغل ده سؤال هاي من نوع يو معلومات بسرعة سيارة وكيف شو اللي نوع كل شيء المكان ده أنت مركع حتى سنقرني إنت أنا كان نافو جلو سيارة برشين تو وهو سيارة جلو سيارة ده قرن كا اشتغل على قبل ترى واحد سيد فاسنو كحي حيرتي كل حديثنا وياها حكومة ده أو إلى أطفال كمان قلب أو سيارة شقوق أما حول waa qof soo saaray qorshaynta taahay hawlaha marka la soo ururiyo ee loo beddelo saacadigaaga dadka la sameeyo institution dawladeed waxa horeeya shaqada la ururiyo waxa loo qeybiyaa process wax leedahay ama hanaan marka afar hanaan ba saarada qorshaynta la gabaaynay ila ku shaqeyso hanaanka koobaad oo ah crew xub ururin iyo hanaanka labaad oo ah qorshe iyo hanaanka saddexaad oo ah إلى قرشاي سمايسي أي سمايسون نظام إيو قرشاي لغو لسوط برهدي إيو كوتا بيو عنان كاترادو عنان كتبقل في إيمانتا هولاها مشاريع لأي برنامي شلا مرقا مرقا لأورديو أفتا عنان بي يكتو أوريسا وهدو قام بسمي كيو ساردو هدو إلا يحوى أخوذنا وحكو سريسي أفرقا بروسيس بودي ويكو سريسي هاي كتو بادو قرشاي qofay ku sida caadiga ah waxa weeye qaran iyo wixii ka hooseeyay inta sareeya labada wad ee waxa ku socda qorshayaal qorshaha sana oo lagu qoray mid gudaha dheera la tasarruf sano ku gudaha dhaxa fasaxo iyo ku gudaha oo hal weeyo saddex sano ila xal sabo uu noqon karo qorshayaasha marka agaasi kooda iyo sidoo kale sidii waxaan u dhigay qorshaha la raado NDD-ga marsha diplomat plan waxa qorshaha horay ka taranka oo kulli marka uu si faahfaahsan u shaqo doono inta waxa ku xigaa waa sabab sareen karo qorshaha hadii la haydin muxuu ah xaq xaqdu waxa uu baahan yahay laba hab iyo ku helaa in la sameeyo sax oo wasaaradu ay sax ma sameeyso ama dhaqaalaha la ogaado ama arrimaha bulshada ama arrimaha kale ee qarab uu baahan yahay lagu ogaado xaqqa labaad xaqqa lagu helaana waa xaqqa maamulka oo xaqqa ay ururiyaan wasaaradaha waaxaha iyo hay'adaha kala duwan ee qaranku oo marka la isku dayo noqoto xaq loo isticmaalo qorsheynta iyo qiimeynta labadeeda ee qodob saddexaad waa qorsheynta marka ay soo baxaana shaqadeedu waxa weeye inaan sameyno sudubarid oo hawlaha kala duwan ee ka socda dalka ee horumarinta in la isku dayo ama ha noqdaan horumarinta ay maal gelinayso xukuumaddu ama ha noqdo ista helo wadamada aynu nahay saaxibada ama ha noqdaan deeqaha kala duwan si aynu helno isugudubtoodana
وحوي وشقوق صارت عشرين دولار صارت هاي بعد كل كده وضمين عمر قامت مشاريع بداية ما بحث السعودان ما دمانا يا ما أنت السعودان ما إنه بس ما يتبدل مرة في دمانا اللي في مليون لعبه وشيبي مشاريع على جالها من اللي جاري يسلم بعدين طاف طاف وضم أي ووي أيام الكلام روي وصار بالشيء ده شو عبا كل يوم صار ده كل شيء صح هو صار ده كلام كلام تاعي لكن إذا صدق الشرعي لما الشرعي لا إله إلا هو فوق الله والشرعي لا أح حق الربا يدير أبوه ويا واحد في ساتيس كلا دي حيرك اللي بعده أح حيرك اللي هم بعملوا روح وربا عدي الجاهي وروح شن روح شرعيين كل يوم بيجوا يقيمين كل دول كل يوم مش أرعي هلا ما بلا صعنة سياسة في اليوم بقى كده مرة ما فصوا ويا لما ليه كان جدا ما يسمع شروط كل دول هي سياسة أنا وعمرو ما مش الله أختي شوي وياه تمام تسكر كده وقلو كانوا كانوا محال على قبطي محل مسؤول خصوصا على طول مرة شو عقول رجع وساتيس حتى عقول ستة قبطي يبغى كل يوم لقى هذا اللي يصير حتى عقول رجع حتى وسأرد ساعة سوشي شيء لبلا ما لبلا ما كان الله سهلنا كل دول وقاركو دي سنة له قاركو دي شهر سنة مرتين هم برا قبطو قاركو من دول سنة على هاي السنة حتى لو ما هو حتى تسير دول بكرة دول حلال على واحد برحيته وأحها سنة وأحها من أبو تري سنة هاي بكرة ما هينا من حب فوسك الله وسارنا كلمه وأحها أيوه أيوه كارلا هي هي لها دولة لو لا حتى بقى أن حب اسم الله سيشوف تاوح وسير دول سو صار تاوح لا بس ما لا من فرس أو أح إن مر والبطل كان أي موحي أرجع حتى بشرة أرجع حتى غارة هي أرجع في الدولة سيسمى الله الله وقالوا هكلا كما يعرف في الدول فأخذنا سمع الله سنة سعطان بقى وحنا صوصا عن هذا الكلام قيمة مع الشدة هو بالله ومرك الله ورية سنة فكتا ويقولنا سعرنا في الدول ويو أمامنا سبقنا عسلتو أمام مواجه كعادي جاء أمام بحيث تطفى مع البشرة يسا دمام معلومات ويبه هين هنا 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 يسعب على واحد كلام أو كتبنا سمع الله إنا نصوصا عن هذا الشيء جيدا وإنت بدان شيء يصدق على حدلك ويبنى دوائنا ما بيجوا عشوان يسيد من الله وحكا لو شيء وحي لقى على حلا حريره دمع يعني نصوص عرنا حب كالدوان وقالوا بعين أبي أنت صالح الفتحيو إلى عندنا صحمدي وويناه إلا سميلي وحكا من الصالح عنا وقناه إلا سميلي لرأو سماء لأن إيه كم أنا كسير بشك سيرتي وغلق مستحكم في لغطي ويبي إيه تخليجه iyada qarqareeyta dadka soo yimid ee xasad wala maxaa la sharaya ee oo dadku waxa ay ku magaca sameeyeen guri kirako dhamaystiran oo xirfado badan laakiin waxa la sameeyay xalado ee publication distribution circle oo lagu qoray saacad oo fiican waxa kale oo la sameeyay waxa la daado Somaliland household budget service oo ah meesha laga xisaabiyo dakhliga qofka meesha laga xisaabiyo bakhtarka oo ah saboolnimada iyo meesha laga xisaabiyo GDP qaraabo sameeyay laba kursi ay qabtay haddana saaro hadlayo waxa ku jira kooxda dawladda wasaaradda ka socda ayaa dalka dhan maraya oo wada xiriirintii lagu sameeyay oo arrintaasi dhawaan waxa soo baxay doona macluumaad naga fiic doona in number 2 ee baaxna oo xaq suugaan loo helo ee heerka saboolnimada iyo dakhliga qoysiga arrintan xeerada ka soo baxay doona waxa kale oo jira waxa la sameeyay labor survey oo ah shaqada shaqaalaha laba kursi ay qabtay kisi lawaad waxa ka caan ka qoray inaan magu wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda shaqada oo sidoo kale waxa kale la sameeyay ilaalada mix oo ah xaaladda ku sugan yihiin hooyooyinka iyo dadalada yurisad ayay ka dhacday caan ka qoray sa dadka ay ka farad qabana xaaladda faafasada la leeyahay xaaladaha nolosha hooyooyinka dadalada oo loo baahan yahay bulsho loo yihiin oo ah la sabar iyo isaga waxa la qabtay kisi lixaad hadda waxa la qabtay sa ku jirnaa waxaa ku jira wajigi yargaruba dhawaan insha Allah taala soo gudbi doona blaad doona xukun libera waxa soo baxay doona waxa kale oo ku jira ugu muhiimsan waxa la raadada Soomaaliland demographic and health survey oo dhawaan dhameystirnay oo soo baxay la arimaha bulshada iyo caafimaadka oo ah warbixin aan kula kala mid walba oo door siinaya ama siyaasadda leeyso ama qorshaha siyaasadda strategy waxa uu sidoo kale la leeyahay arimaha bulshada dhameystirnay caafimaadka waxbood sagaal aanu gaaray oo ilaa 400 biisha waxaan kullu cid uu baahanahay wasaaradda waa wadiyaa waxaanu ahna misal wax kale oo ka tarjumaa fahamka iyo
waxaan faray deeq wasaaradda sanadka inayal ay ku sameeyay hadii booyo fiiro sida ay sanad dambeysiga COVID 19 baad waxa ku hayd dhaqaalaha dalkiisa waxa la sameeyay saameynta dhaqaalaha ku lahaa COVID 19 waxa kale oo jira iyaduna cilmi baarisyo kale oo muhiim ah muhiim ah xilliga ilaa sida hore baan soo sheegay oo ama hal wakiil kii la raadiyo integrate house soo dirtay sirfiga ama mid kasta oo kii dhalaankii hooyada ama kugu muhiimsan hadda gacanta aan ku hayno ah in loo diyaargaroobo dalkay loo sameeyo in laga sameeyo telefoon telefoonku weli la qaban maayo saxda la qaban maayo waqti badan buu qaataa wuxuu u baahan yahay qorshe dheer oo qaran laga yeesho oo ugu horreysa la dhiso awoodda wasaaradda ay u leedahay inay sameyn karto telefoon kaasaan hadda gacanta ku hayna qorshihii ugu horreeyey iyo wejigii koowaad oo la rabo pre-census preparatory phase oo ah diyaargarowga ka horreeya telecomkaan gacanta ku haynaa waxaanu filaynaa in mar ay ma doonto inaan telecomkaa sameyno laakiin de kulli wax xusaan jirnay wuxuu baahan yahay resource oo dad farsamo iyo dhaqaale iyo mid dowlad sare inuu bahay qaarna ka gacanta ku haynaa uu socdaa hawshiisi waxaan aaminsanahay waa waxyaabaha aynu ugu baahan badan si aynu u helno xog dhaba oo aynu ku qorsheyno dhinac walba oo ka mid ah waa inaan u baahanno qorsheeyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo khayraadka iyo arrimaha bulshada intaa markaan dhaafo xagta la helo waxaa ku xiga qorshe haddii aan xog lahaydin qorshaha la sameynaya waa meelsatu waa sharsatu qofka hadaan guryo meesha tegayo iyo wax laga yaaba inu halaado markaa xogta markaan helno ayaanu sameynaa qorshayaasha qorshayaasha haddada taarikhi somaliland horumarka somaliland wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo ilaa iyo 2019 marka marxaladaha marka la qaybiyo 2019 ilaa 2015 waxay sahli dibdisi iyo abaal fasaar iyo ka dhigisi iyo arrimihii guud ee dalku lagu nidaaminayay lagu dhisay oo ahaa xeedaha qaranka intaa markii lasoo dhaafay waxaa loo baahday in la sameeyo qorshe nidaamsan oo la hogaamin kara horumar marka 2019 iyada oo habboon magaasiinku hogaaminayo ayaa waxa la sameeyey saxan ama waxa la sameeyey qiimeyn loo bixiyey joint oo ah assessment oo ah waa qiimeyn la wada qabtay ee dowladda Soomaaliland iyo hay-adaha UNT iyo World Bank ay sameeyeen taa markii la sameeyey waxaa la go'aansaday in qaranka loo sameeyo qorshe muddadiiba hal mar la sameeyo oo arrimaha horumarka lagu qeybiyo marka dalkaasi soo bilaabantay UNDP markaa waxaa bilowday in la sameeyo wax lagu magacaabo Reconstruction and Development muxuu ahaa program oo kii ugu horreeya oo dib u dhisa iyo horumarka la xiriiray intaa wixii ka dambeeyey waxaa lagu guurnay hannaanka lalaado NDP-yada oo ah National Development Planada in lagu guurnay oo kii ugu horreeyey iyo kii labaad oo dhamaaday kii saddexaadna hadda gacantana ku hayno intaa waxaa dheer inaynu qorshayaasha aynu sameynayna shaqa saraa waxa laga soo beegtaa waxa la yidhaahdo Vision 2030 waa hiraalka halkaynu doonayo inaan gaadho 2030 hal mar laga gaari karo waynu qaybqaybsanay shantii sanaba qorshaynu samaysanaa marka hadda si loo gaadho hiraalka aynu samaysanay shanta tiir ku salaysan tiir ku horumarinta arrimaha bulshada arrimaha dhaqaalaha deegaanka dowlad wanaagga iyo wuxuu ahaa kaalmasha dhaqaalaha shantaa tiir iyadu shantii sanaba hadal kala fadhiisto ayaa qorshe loo sameeyaa kii hore la qiimeeyaa wixii qabsooday iyo waxa qabsoomay sababaha la eegaa markaasa hore laga socdaa intaa markaan dhaafno waxaa kaloo jira in aynu sanadkan bilownay si toosa inaynu samayno qorshihii qaranka marka qorshe ugu muhiimsan aynu samaysanno waa qorshaha qaranka ama qorshaha horumarinta qaranka ayaa la yidhaa qorshahaasi horta maxaynu u samaysanaa waa inagu baa iska caashaqnay oo somaliland buu gaar yahaymay dunida danba marba laga tagay oo adduunyo ka tagtay laakiin imiga muddadii u dambeysay wixii ka dambeeyey saxashaleyadii ilaa 1460 dal baa leh wax la yidhaahdo qorshe qaran magac wuu kala duwanaan karaa laakiin qorshayaasha qaranku waa wax dunida oo danba loo soo noqday oo dalka saaduu rabo inuu weli ogaado halkuu taagan yahay iyo meeshuu socdo iyo intuu jiro waana qorshe qaran waa qodobka labaad waxa weeye waxaan ugu baahannahay adduunyada daadyadu sida isku afkaragta oo aynu waxa jira SDGyo awalo waxa jiri jiray SDGyo oo ahayd muxuu ahaa waa ahdaaf mudo adduunku la samaysto oo horumarka oo la isu afkarto oo ama ha noqdaan kuwa adduunka ama kuwa gobolo gaara ha noqoto u gaara ama kuwa wadamo gaara ha noqoto waa ay leeyihiin kuwa la fududin haddii aynaan nagu samaysanin qorshe laba jaan qaadi karta marka
qorsheed oo dad ugu yeertaan inta badan waxa uu qayb ahaan ka shaqal qaataa SDGs-ka oo awal SDG looga jirin iyo qorshayaasha kale ee dunida sababtoo ah qorshaha qaranku marka qorshe hee laga yimaado dhinacna waa iska instrument ama hannaan aynu adduunyada kaga soo jeedanno muxuu ahaa maalgashi ama inay adduunyada nala qabato marka hadda inaan la shan qaadin waxa socdaa wax badan balaga yeelaynaa waqdurku kale ee muhiimka waxa weyn dalkeedu baahiyo badan buu leeyahay baahiyahaasi waa in la koobo nidaamka loo koobo ee loo hormeeyo ee qalbayntii mudan loo soo horreysiya waa qorshaha qaranka ayaa naga caawiya wax kale oo isna uu aad iyo aad ugu muhiim yahay inaynu siyaasadsamaynta siyaasad qaran ma samaysan karo siyaasadda waxay u adeegtaa iyo shuruucdu waxay u adeegaan horumarka marka tusaale ahaan kale sektorkii marka laga hadlayo caafimaad caafimaadku uu baahan yahay mashaariic horumarineed sidoo kale mashaariicaa si u meel marto iyo qorshayaashuna wuxuu u baahan yahay in la sameeyo shuruuc marka sharcisamaynta lafteedu waxay u baahan tahay in ay qayb ka noqoto qorshe marka taa lafteeda sharcisamaynta iyo siyaasad dejintiiba qayb uu ka noqonayaa go-aanka gaarista khayraadka iyo qoondaynta lafteeda ama ha noqoto heer muxuu ahaa heerar kala duwan ee sektorada kala duwan iyo sidoo kale waxaa maamula oo jaamooyinka iyo tilmaantaba leh qorshaha qaranka intaa marka soo dhaafno qorshaha qaranku wuxuu xoogga saaraa sidaa sheegiyo mudaaraha wuxuu xoogga saaraa arrimaha siyaasadda oo siyaasadeen la sameeyo wuxuu xoogga saaraa shuruuc sidoo kale wuxuu xoogga saaraa in waan ognahay misaaraadeedu way kooban tahay oo dee lagama wada mowda gaadho inaynu hawl socodsiin iyo nabadgelyo iyo horumarinta wax ku wada fadhiiso waxnaan aynu culays ka qaadno mararka qaar miisaaniyadda qaranka oo loogu fidiyo muxuu ahaa dhaqaale lagu raadiyo horumarinta intaa marka naafno hanaanta wasaaradda afacda waa hanaan kurdo la jaanqaaday duruufaha taagan laba hadbaanu raacnaa mudnaaraha iyo siyaasadaha guud iyo halka loo socdo xagga sare ka timaada ama ha noqoto madaxweynaha ama ha noqoto kubadigan sheegii la yidhaahdo xiigsiga 2003 ama ha noqoto mudnaaraha kale qaranka uu leeyahay ha noqoto dushii ka timaadaa hoosana wax laga keenaa tashiga iyo baahyaha oo anagu intaa marka lasoo dhaafo aragtida madaxweynaha lasoo dhaafo muxuu ahaa arrimo aragtiyaha kale ee aynu qaranku leeyahay waxaa kusoo xiga guddi labaad ku jira qorsheynta qaranka oo ilaa 9 wasiira ayaa iyaguna qayb ka qaata inay iyagoo matalaya sektorada kala duwan inay aragtida ku daraan muxuu ahaa dejinta dokumentka intaa marka dambeeya waxaa loo jaadigaa marka in haddana bottom up hoos laga soo bilaabo oo tashi heer degmo ilaa heer gobol la sameeyo iyo heer wadaage sektor laga soo maro intaa marka dhaafno waxaa kaloo jira mar walba 5 sanaba marka la dhamaato waa la qiimeeyaa qorshi hore maxaa ka fulay maxaa fuli waaye maxuu fuli waaye kadibna kan dambe si qaabdhismeedkiisa iyo nidaamka iyo hanaanka loo maamulayo ama loo dejinayo inuu qayb ka noqdo intaa marka naafno qorshaha hadda aynu gacanta ku hayno ee socda kulley ee faahfaahinta kadi doontaa wuxuu ku bilaabmaa marka la sameynayo wax ilaahdo roadmap geedi socod baa la sameeyaa waa roadmapku qorsheeliya hadduu ka bilaabmaya qorshahan ku dhamaanaya geedi socodka markaan dejinay waxaanu ku xajisiinay in geedi socodka loo soo baxdhigo daneyaasha kala duwan oo ugu horeeyo madaxweynaha oo ay ku xigaan guddiga qorsheynta qaranku oo ay ku xigaan wasaaradaha iyo hay-adaha iyo wakaaladaha iyadoo oo weliba gaar ahaan waaxigii qorsheyntu lala wadaagayo kadibna daneyaasha kala duwan lala wadaagayo intaa marka la sameeyo ee la fariisiyo hanaanka waxaa ku xiga haddana in la sameeyo tools wixii xogta lagu soo ururiyay xog baan u baahan marka tashiga loo tiriyo gobollada degmooyinka xog baan u baahan xogtaana nidaamkii loo soo urin lahaa ayaa la sameeyaa kadib intaa marka la dhaafo waxaa ku xiga in la sameeyo macroeconomic analysis oo xaaladda dhaqaale ee dadka dalka jirta la qiimeeyo haddii aynan xaaladda qiimeynin oo aan warbixin laga helin u adkaanaysaa markaa in muxuu ahaa la dejiyo qorshe maangal inta marka soo dhaafno waxaa ku xiga markaa in gobollada dalka loo baxo oo qorshihii oo uu dhammaystiran yahay qaabdhismeedkiisu la yaqaano meelaha xoogga la saarayo mara gobolladii la tago gobol walbana kunolola yeesho ay ka soo qayb galaan dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkaasi
oo aqooyaha iyo haweenka ururada bulshada meeyashada dhammaan cid walba abah la doorto ama ha noqdaa midka saameynta kule muxuu ahaa arrimaha bulshadae dadka qashila la sameeyo qashi ku waajahan maxay noqonaysaa mudnaanta ay gobolkaasi leeyahay marka laga hadlayo dhanka horumarka intaa marka soo dhaafto oo mudnaanaha laga soo ururiyo gobollada haddana waxaa la daraaseeyaa xaalada ay ku sugan yihiin sectors ayaa daraasa lagu sameeyaa marka waxaa la dhahaa sector situation analysis xaaladda dadka ee sectorka ku jira oo la daraaseeyo intaa marka labada la isku daro ayaa waxaa loo gudbaa sector consultation in lala yeesho wada tashi sectorada ama ha noqdaa kuwii arrimaha bulshada ama ha noqdaa kuwii dhaqaalaha ama ha noqdaa kuwii kale ee iyadoo arrimaha kalimaha ku shaqeeya tashiga markuu soo dhamaado ayaa markaa waxaa bilaabmaya in qoraalkii la bilaabo kulixna loo qoraana waa shatarro shatar walbana waxuu ka hadlayaa sector intaa marka la sameeyo la qoro shatarada haddana dibbaa lagu celin doona halkaas halka taaganna shatarradana wadnaa qaybahaana waan soo dhamaynay tashigii oo jaalada khamiisi dhamaaday oo tashigii u dambeeyey qoraalka marka la bilaabana la dhameeyo la sameeyo qabyo qoraalka shatar walbana hadhow waxaa lagu noqon doona haddana sektaradii oo dib loo eegi doono wixii baahiyo ay lahaayeen iyo la isku eego waxa jabrada ku qoran inta markaan dhaafno waxaa soo saari doonaa daraax oo ah xalqaabka koowaad oo u baahnaan doono mar labaad doona isagii in tashi dambe la geliyo hadhowna waxaa dhacasa inuu soo baxo nuqul ka u dambeeya oo iska la faafin doono loona isticmaali doono dee in wax lagu qorsheeyo iyo in lagu raadiyo resource iyo sidoo kale lagudalba lagu sameeyo mashaariicda kala duwan ee ku jirta intaa marka la dhaafo halka marka waxaynu haysanaa wax kasoo baxa waxyaabo dhaashan bay kalmad kalaa marka waxaa kusoo bilaabay xog oo statistics baa waax waxa kusoo xiga maalin waaxdaa jirta waaxda saddexaanada ka waaxay oo waaxdii population waa isu dubarid in la isu dubarido howlaha kala duwan qarabku leeyahay gaar ahaan horumarka caadiga waaxda hawsha qabata waxaana isticmaashaa shuruuc ugu horreeya sharcigaa la dhahdo NGO Act oo ugu hooseeya inaanu dabagal iyo qiimeyn iyo ku samayno hay-adaha kala duwan haddaba nidaamka qaran ee yaalla ee la xiriira waxa la dhahdo iskudubaridku waa ilaa afar heer weyn heerka ugu hooseeya waa heerka sakarada sakar walba salaan sakar kanaaso kutalamanka ee horumarinta bulshadu keerkiisu uu leeyahay hanaan iskudubarid isaga iyo ciddii kale ama hay-ado ama ururo bulsho ee ku hawlan hawsha waxyo dhanba waxa isugu yimaadaan kulamo iyagoo gaara oo lagu eegiyo kaba lagu qeymeeyo sakartaasi kutabsano iyo mushiiradaha jiray salaaxa waxaa ku soo xiga sakarada markay isu ururaan waxay sameeyan karaan intersectoral muxuu ahaa coordination forum oo ah in sector walba ciddii yahay gudoomiyada madaxweynku ay iyaguna mararka qaar sharab yeeshaan oo dhammaan sagaalka sector ay ku kooban yahay muxuu ahaa qarabkuba ay isu yimaadaan oo iyaguna ay mararka qaar sharab yeeshaan iyaguna lagu faafidayo waxyaabaha ka dhexeeya sakarada intaa marka dhaafo wax jira guddiga lagaada national planning commission ama committee waa guddiga qaran ee qorsheynta oo iyadoo inta badan shaandooyinka national priorities mudnaanaha qaranka iyo resourca iyo dhammaan wixii qaranka u baahan yahay oo dhanba iyadu gacanta ku haysana waa isna waa heerka saddexaad ee iskudubarinta waxaa ugu dambeeya ilaalamuma in markaan samayno qorshaha qaranka ta qorshaha waxa loo baahanaya ina beesha caalamka iyo wadamada saaxiibadeed in kasta wax ku daraysaabaa ku darsato oo ay nala dhaqaajiso marka iskudubarinta nidaamka u sarreeya ama kulanka u sarreeya waxaa lada high level aid coordination forum ama waa shirka sare ee isugu yimaadaan iskudubarinta mucaawinooyinka taa marka waxaa isugu yimaadaa dowladda iyo ururada bulshada iyo muxuu ahaa daneeyayaasha horumarka oo markaanu wixii qabsoomayna lagu qiimeeyo wixii la qorsheeyay in go-aan laga gaaro waana meel xaqa lagu kala qaato inta badanna waxay dhacdaa lixii bilood marka la sameeyaa inta sabrianna leh aanu saddex bilooma ka dhignay maadaama ay arrimo badan jiraan intaa markaan dhaafno waxaa kulli boqol ka bixiyey saddexdii xamaano waaweynaa oo ahaa koowaad oo ahaa xogta labaad oo ahaa qorfahanka saddexaadu yahay iskudubarinta arrinta iskudubarinta marka laga yeeyo waxaanu la soconnaa mashruuc walba dalka inta badan soo gala waa la soconnaa waanu dabagalaa wixii mushkiladu ka yimaadana waan la xalinaa
سوف نروح عن السودة إلى عين لكل العاليون فالحراء الوينوي بكل ستوى خيرا إن بحوها سيد آن حبارين لهم معبولون الشروع بيال بلا بينا وانوان وانوان وبرنا فاسا كل الوو بيبسي كنت ميش كما كلمة حال اليوم سنة كي وحل صوص على واربحين دعوة أي كل الوحيبون هو واربحين تا يأخذ هيك الصوت لها كل يروح الشعر عمرات في بوزنطون تبا قد اللي ستي مغانا عاد عن الطهر هنا وده سنة كان كل اللي تشوفه وحل صوص على بوان سنة كي وانا ماضي كل الوحيبين هاس انا مقلوص عنا يستيب الكا عربانسي اي ريجي فإن دعنا كان ناكو إلى عندنا مركنا قرام الشريع لدل كتب ودرسل وسعلا ولي وإلى أصدق بغولي يتدريكا من الشروط والله بغولي سيدي صدر مطوحا الله بغولي سيدي سيدي حمدنا أي وضاء ورغب حالي أهي إنت كلامها يبدو عالمنا يبعى كسوهيان وإلى سعلا سيدي لحسن ليه سعال مطوحا فإن دعنا كان ناكو لما شريع لما سعطاء المغرب السنية لما حدو واحد رواه من سيد مرة عن مشاريع العقوب من سنة مرة كل يوم جزيرة وفي شارع ينو صغرين وراء محا أتى السؤال اللي قلت عنا هنا كوب العضو قلت ده نظام فاتحة لو قاويني يسيدة لو بيشين يديو خلاتها فربرنتو لحب موتو عم قلت على الدروفان تاقين يحكو بلها مكاترة يعرف سيدة روحها أرتيح اللي يطرفها كمان يبي يلحقنا. إنك صار صار شيء يبي كيف تبدي لما تبي شنطة وام ملام يعني صحه حتى وربك ما قالني حتى ما تبي تجربة ما حصل على إن لو بحده إن معرها بين وربك إن هلاها ما صح أو إنه أوه صنع وهي إنه ده هلا لحقنا وربك أو مشي غيره هذا ما يلحقنا كتير سكنا هلا هلا أي واحد مشي صدوق على لا إسياح يا يرجع الحياه او تبدا تريد سيو يرجع ما تنسى فتجلس في كذا ولو ما ما لو هم يسرحوا لي لا غورو صد الدقاله او دمال له في سكه راعي الدول او غير عنده فتو اللي هي هم غطوا هذا شيء هم غطوا هذا كان هم غطوا ابو حياه فريق على الشغال عنده غطوا فصاصه البيت ما راح هذا صار انا وسكره ما ضبط هذا الثاني شيء ممكن تقول صار يعني ما حد يشغل وبيها يعفنات يخرشان إنها سواء شريعة بمثلين كان بطر هذا الإنسان كان يسوعه كنت بطر حمس على عالمها بغالها أنت كنت هم غلطة أنا هم غلطة من هو على سيريا الله خرية حولها هم غلطة سيطة بأرغى الله أبوه أما بدلين بسي هم غلطة سيلا وقفة يسكرات تدلقى وتدلقى قد مرسى السوق مرة يعني إياه وحضرة الدخية باراكا إنجليسا يديمارك يوفولن ينوي وقتل بحاجة الأمر تبقصو جيبتا صوتو شيء لذا القلوة ما وصلت الحياة كان يتبضل على شوية سكير كوميتي وقلت بها حبيب بأيه دول تسرع وعلى المجموعية فاعل عدو صحيح أنا أقول لي بقى الله الله معنا وحب عنك التنوى برغة حلوة بطوحة بخارع لغو فيديو أما لغو أبراعي إنا أمام الناسنا وحكو سيديو الله في الخلوات وحلقنا معاده فروغرام بوك وواحد جدا لما مشارع لها صوت الله وسعر لها فيديو وسعر لها الولاء أجل سيديو الكوت أيها كان السبيبان
oo meelay inay gaadhaan gaaran ee ku socdaa ay sidoo kale ku dhigeen sidii sharaxay ugu dhigay waxa uu sii waxa uu program implementation unit ama program faati oo uu saarayo mashruuc ka socda oo tirada qabada ee ka cabsan haysa ee fulinaysa sidaxda ee kala sameeya ee shirkadeed ku dhul kala waxa leedahay ee goobaha wado gaara iyo bilaabay go'aamada ay u gaadhay oo socda مشروع من هنا اللي هو سكون اللي هو حقوق في جامعة مهربة مرتع أي دبلة قرار بجيب أي لا لا محمد كم درين أما أبغى إيه العين ثالث سكون ولا كل جديد قرار يا مهربة أي واحد سمع يا الله شو كم واحد سمع يا سكر ولا هالتي سبعة سنة ما صدق صوت صوت ما هيك ما بسمع لا أعرف كل شيء لا أعرف هذا لا يلا واحد كل جوان في جامعة Kondo, ini saya berikan mereka sebagai ini saya berikan kepada mereka sahaja kondo ya. Kita harus menerima semua cara usaha sama kalau belum ada. Khusus aku kepada ini, wahyu itu perlu ini dalam yang mana, apa untuk kebaikan, apa untuk kebaikan kita iyo ee jeebo soo qolka waxaan tartaa soo maro soo samayay dadka ama anoo kale heshiis walaal soo yidhaan baro lagu baahmo ishaan dadku fiiray inay qaraa qof ka tirsan iyo waxa ay baahan yihiin dadka suugaan inaba oo ay xasiin oo baan dad qaraa dad suugaan marka la iyo u dhaxwaday in ka ay shaqta iyo iyo maamulka shuruu laayay marka dacwada qoro wax ka dhigtay waa weyn وهذا الوقت لا تدعي بعضا هل الساعة كل من يفوت تعلم ولا يدرك ما هو صار في سبعة وعشرية أو ها ها لا حتى مش تعلم ليش لا ما هو سبعة وعشرية يوم يوم خمسة وعشرين إذا ما كان عظمة وها من دوليا المشاريع اللي ما ينتهي ما شيء يصير كم يصير كم من المرة وها وحب السهر يوم أنا لا أصير كم فرق ولا كم روح واحد سياحيني كم واحد تمني واحد لابد MTR وحرادة مين حرادة نوعها ميديم ميديم تن وغيروش مصرين وريفيو هو خلاص هم مصرين بربالتين كل الديمان كانت وحيانا ما هو صوب حي ويبقى أنه كل بحرين وحرادة نوعها يجيو تتكح بين نوعها مشروعة بصوتها وحرادة نوعها استمر بها أنا وكيفيو وصوروا نمر بالله إلى بالمشروع شارع الكلية السعودية التمرية حاضرًا حين الشيء لها كان يسلع المياه كان كل يسوي صباح الكوكي صورة كل يوم اعتبار يمكن منذوق الله يجب بين الشهر كمان تسكي عمي أو صلاة كان كل يوم تشيري كما مشاريع نفوها على رب الرحمن وتشيري نفوها على رحمن ودعا على مكرا أرد فرصانة مركوة كل يوم تمامها من يوم حيث يسال الله سال الله مشكلة نوري ويتع الله إذا كنت تبحوا فهذا كل يوم مشاريع الكلام أخيراً إلى أن أخذ دعمه سلطة أقول له وقرم يا إمام أحمد أنا لازم يحرمون تسكيلاً وصال يا رب فأحكى لكم من أتبع أقول تسليم بدون كبيرين وأحكم ذلك إن مشاريع لي بمجة وبرن تأجيب كبيرين في الصومة وحرم أن أسمعي إيه بعض الحمام اليوم يقب إيه تنابي كل بحر حد خلاله أبدا أول ما حسعين فيه مشروعي لو نتسيبية كنفة مشروع أبو هبيتها روحة أبالية oo aan ka qaylo isbeddelka ku sii ana ka dhigay dadka waxa uu ku sii dhigay 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 waxa waxaa ku soo aadaynaa mashruuca tabarta mashruuca hadda socda oo isagu ku fiirsan socda oo uu ku yidhaahdo inuu xaalad qabaystay waxa ka mid ah tabarta la qaalay yiri sababti tabayuu siyaad baba hadduu tabarta qaalay tahay wax soo saarka halkaas ka baxa qaado hadda wax soo saarka inuu qabo xaalad uu wasaa oo tan ka fasal tiida mashruuca dadka faahfaahin mashruuca kale oo la mashruuca biyoole mashruuca biyo oo la yeeshay سواء كان بس يعني شو واحد من السبعين يعني لو
sida dadka dadku ku jirtay dadka aan doonayn inay ka hadlaan waa iskaan shirac sidoo kale jira si fiican uu bilaabay waxaan hadda ku jirnaa xuruddii oo ah shaqaalaha shirac aan u lahaa oo roobar raxmaan xad oo in waraabu aan isanahay inuu shirucaasi waa insha allahu tacaala uu bilaabi doono shirucna kulli xoog wuxuu saarayaa waa biyaha taasi mashruuca weyo xurujka mashruuc waa bilaabi doono isna hadda lagu jira qiyintiis koowaad oo mashruuc mashaariicda lagaga hor hortagay rashki kamida mashaariicda ka socda greece africa oo isu alaado underground water project oo ah mashruuc biyaha dhulka hoostooda lagu saxbinayo oo lagu soo saaray waxa kaloo jira mashruuc cilmiisna hadda bilowa oo ku jira marxaladii koowaad oo weyn uu fikraddii soo socoto oo isna layri doono in transport sectorka isna la qiimeeyo weliba ka xorbaa tahay inuu dalka qiimeyno dabarka keenay mara kulli si aan u soo sheegay dadka waa shaqooyin oo saaran ee qabato shaqo ka mid ah oo uu si joogto ah u qabo ama sama ka soo qabo oo kulli lagu qabto ama mashruuc ka dhalaada ka qabtay iyaduna waa hawl joogta ah oo maalinla ah oo aan sameyno oo dabarka dadka faa'iideeyay kun inaad waxii mashruucyada ka xaliso hadafkiina waxaa mashruuc ahaa in la gaaro ogaato sidoo kale waxaa jira ogaado hay-adaha iyo iyada kale si ku weydiiyo biyahana ay noo xeeyaan inta markaan daafno jawaab diga oo hubsan tahay waxaan leeyahay in aan dadayni shaqti shaqadu waa ogaa wasaaraddu tabagasi kulleyde wasaaraddu inta waxaan ku socnaayo wixii su-aalada weydiisana diyaar loo tahay aad iyo aad loo baasinka dhegeysigiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh rumaantika iyo xubka aad la wadaagtay golaha adoonayaga saddex su-aalo oga kuweydiiyo su-aasha koowaad shaqadayaa tifkiisareeya sida su-aashu dhegeysa su-aalo socoto labadii fogisa hore ee national economic planka wanka cadad lacagtii lagu yaaqay kii hore wuxuu ahaa hal milyan iyo xoogaa haddii xog aan horeyo ama faafin galay boqolkiiba sodon sanad wadata boqolkiiba toddobaad laba kun mashruuca ndb1 sidoo kale ndb2 lacagta kashisagoo ahay lacagta dhaweyn laba milyan iyo xoora isagaa waxaa wadata in boqolkiiba sodon kiyaad laga hirgeliyey taasna waxaa muuqata boqolkiiba toddobaad aan hirgelin su-aashu waxa weeye usii maxay ku dhacday in labadaa mashruuce hore ama labadaa qorshe hore aanay kuin boqolkiiba toddobaad oo waxay su-aashu sababta mid weyn weyday boqolkiiba toddobaad ay geliyo taas waa su-aasha su-aasha waa waxa weeye la xiga inagu labadii hore boqolkiiba toddobaadan ay aan la gaarin ndb3ga marka hadda aawatan muxuu ka riwaanayaa labadaa hore sidoo kale meelaha uu xooga saaraya iyo cageen su-aashii lagu qabaysa waxa weeye waxaa jirta barkadkadaysay ee wasaaraddu waxyaabaha mucaawinooyinka iyo qorshayntooda waxaa jirta mucaawinooyin lagala soo mariyay dowladda soomaaliya waxaa kuda wasaaradda iyo xukuumadda mararka qaarkood inay kasoo baxaan fuliimo qaar qaarna ay ogolaato ama ay aqasho qaarna ay diido maxaa ku kala dorantaa oo maxaa ku dhisoaya qaar la yeelo qaarna ay diido deegaanada ma siyaasada ku jirta sidakaa sababta jacada sikaaweyiy shanta soo markaa waxaa laga helay in la qaadaan laga helayno dhaqaalaha adduunka lacag oo saddex dalad uu ka yimaadaa baanta marka laga hadlayo ndb3ga nidaamka loo maalgeliyo waa miisaaniyadda qaranka oo dadkii mudada sanadkii waxaa laga helaa lacelis labaatan shan labaatan milyan baa galaa difalam
كلامه واحد زي كان اسمه الله بيش عالمك صدحه اللي كانوا بعنا لو تقولش مرنك وماشى ما لقش ده كان عسدي بدون المكتوب لو أنا عالكام هدي سبب صعود لصاري وإلى بشيء لبالي هدي حوض لصاري قابل شرط على هواي فما صدق بعدين وصدق حلاقة يوم التوبية هاي حكومة بصرة كيلة دولة حكيرة بسي الألس لو أطلش على تنبيل مركز لأيو قيلة حكرة عما عم أدام بطوها لأن هي شكرنا تعريف كبير لكن كل دولة حكرة واحد سعبين كل عام على هالجيل مركز لأيو هربا وقلوا وقلوا في صنعة إنها همش لدوبية لجاري كل ولكن لما أنا ما حارم واحد بيكون واحد سوينا لا ناشال بخلمة سلامة فحص أو ميل كوادن أو روس لما واحد بيكون واحد سوينا من مشروع الوضع في نفس الصورة صدق واحد اللي حمله في نفس بحمانقل مانقل ما كان برا تكاء وحيد بحمانقل هو واحد ما هيسو واحد كل سنة واحد سجله وصوص على الجين كرا ما هو بس أنا فلان لما كل يوم كل تجويد سجال يطلع الجيوب يروح يوم ما تحكي ترى على وصورة سالي لما كل يوم راسك من كل كبر قوي فقط هذا ما نلقى يجيء كتر من يروح يوم كذا على وين من كبر برا إذا كتر قال بس بحي هو يسمع هم كتر بجود بعضه ترى على هذي من كبر بيع وحتى ساعتين سوسة كتر عاد يقول لي إنه ها بتحضر كذي ترى بتجي حصوتان حتى ربي يعلم كتر عمي يبي وعندي واحد غير رجاي من كتر من يحصل يبدأ تغالب فيه بس مرة إحنا نسمع وردوا إحنا كبر شيءنا أبتليس فيو أرقتي إنه حمام دولا وحسدير دولا لكن مرة كفاية واحد عيد الثاني مرة واحد كبر علي إنه الموضوع قرشة وروس من الموضوع يعني كبر علي أوبن أو سلام عين في مكة ورا الخير عن دولا بلا يعني سؤال شغل الله يعني صومالي تقولي صومالي الله واحد كرام عين كرام لكن هذا ما يلبي وحدود المعيوب وحوار الموسيقى أنا مصدح أفضل شيء ما قدر أنا أروح أفضل عن الجوان في جانب يوكو فوضلة إيه سنة لسيني واللغو كون ريشك إنه حنان لو قاره ما يلم إنا سكتريدو إنه وعنه أبرا خنانا وصدح ملتح جيلا يا تحايل بسير إنه وحد يدو يدو ملتح جيلا يتا فراغو أمام وتحق يقعد بسكت مشارع إنه بلاني وطفت أصاب الدين يا أخي أنا حب السارة، لكن في بدي كرناه ما لا كمان في السحر ما هي سلطة تدل مثلا طول ما طول ما كله وحسيا ومن ومبرسي يلا طيب ما لكن في ثلاث حبوب هذا رأيي إذا لقيت الحين نمر والبع سيل جوز بين كلوهم هذا في مشاريع كذا بعض يعني كحنا بعد كذا مشروع نراه دمر عظمة شرعي هوي وقرأنا يا إحنا بنا حلو ده بس إيه بعد ما بحه لكن ما كنا كده كونه سؤال لو كودي ما نان أني مش شو عادي يقول أول يوم كنا كنا كونه ما حين كذا كلام ما عملش كذا كلام مشي أكاونت اسمه لحنا وسؤال على الله اللي سويه وحاسس بعطيه عند رفع برامي مرور ما كنا صار صار بشيء اسمه هين لو سويه حنا سؤال أنا قارا مرنا بصور ريم كوبشوا هنا نقول يا معدل انت سرقنا كيف يقولي لكن بينا كروشين موضوع عندنا موضوعها مستقبل ولايسين ليبيا كلامنا وقع شيء وصنع نظام من الوحوق على كل معنا ونظام واحد واحد شيء كبير يعني لو جروب تبدي يمكن خصوصي خصوصي واحد ما هو مشاريع على شيء يصدق ببر ليسي كنت كم شو كنت بيني كم شو يا ولا واحد ما هو وما تحلق هاي مشروع عسلون ولسوة معلم قلوا شيء وحكوا لها قولتين يا شو سألوك شام ها هاكوا لك شو سألوك لك تقول سيارة شيء يخلق لي مشاريع الاسي ايه أتكتيني كنتي وشي كروبات وكمالي وشي كربع بعض سيديوك كيويس من هي أسيسان بلوتيا اسمي لو فلا محاك لي محاك المعضي محاك الخيسي اسمي السؤال شيء لبعض واحد جيد لو سعرفها اسمي ايش ايه مش سمى الشروع انا ايه نقوم دي اسمي الى كل يسك سنقنا سمي اللي هيك اللي كيف تشنق شو عشان يا سيد حاد واحد شيء كويسي ايه ناشنال بكلوب بلانك حاد
في سيكو ولا في سيلا با كنت في مشاريع تحتفي كده هل كان يسالك لو صمت وحمام وقفاء ام بي بي و اي بي بي 2 على بروفيسر يمي سنين اللي سمعت لو صوت يريس كل سنه سنه هنا انا كسوا سنه ما خلقيه لي حاجه في رمضان مركز بروح على السبب داي سنه من شيء كتاع سيأسوا في جنس ما دام يسألني في البر بين هذا السبب ده وحي كبر شيء سن إيوه من لو شيء كتاع هل مشروع أما لو مشروع أو إيدي بدلات الخبال أحسس أنا بيجي بحس سأنا كل حساب الله في كمالي يميل على حس سأنا هيا حس سؤال شيء لو جبت البيزا من هذا وسيم واحد يعيش في مشاريع بلندا أو فيها أيام في صلاة عشرين كنيسة مسيوناك مسيح حمر صدق السنة كنت بيسي والأمنا هي وحنا قد عسنا دوليا قد عسنا وحنا كنا نقلي ذوي كتب السنة كنت بيسي بيا صوص على بيا عن كنا بيا عن كنا بيا عن كنا إلا هذا الوقت لنا مشاريع مشاريع دي مدنا سدا مدنا سعادة حما تنو الشيء تاريخ قد أكتهلسا حلقة تمانيا حلقة الهيليو حلقة الهيليو تمام الشريعة كان الزلاطة شعارة كان في السبب الله 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 سيدي وصلت في الشارع ما دور معوي قطت في الشارع ما بشارع تحريرة تصرف شريعة حواش رهارة وقوم بغضية تتفاقع يقوى وحضر باقيين في الوضع بعض هذا إزريف دور سنة قاربة باقيين كريم ووقت عن الغطاء قدر الغيالة كيف تصرف بدل سنة دي قاربة مين جنوية ومضر الغيالة الله عمد بسلها الله وما يشكت يترد من سريه بقى يروني مشروع كده اللي هو مثلا مثلا مشروع يقول لي والله في ولا جاب حسابي هو حب ده في وقت او ما فاضل حتى يكون سامي والله شو ترى يسوي لي دي سي فاضل تو شفت كيف كده هي هو عامل لي دي بورنا كتير بس سنه هو والله مرة شفت كيف بربر يقرا وكتير والله تهي بقى مشاريع كلها جت دي سي كلها مشاريع مشروع تبع كده كو صلوا حكم بديها دور شرط قدر ما رحت مري في ما هي بصوت وانا شعر اي يوم لا بلا تجيب اي صار اي انا قاسي اي اي قصي سنة وانا بصي قانو انا وصا وقع يوم تلي مشارع يا لنالوه مري يدي قبي استعمال وقلاش لغالو مشروع مشارع وقت قاتوني وحن سمر يا بلقاء بديها دي سيدي يديها دور دور مشارع بحكي مني الى بغط نسراش عبر السيدي كل يوم مري الكترو مكانيكال مستولوشي ان بطي بحيرية وحنا طلبنا التأكيد سبب ما ترجعوا إن بيها دور ما الصوت يلا ما نسي سبب فرم تجيء هذا ليش كم هلا طبعا لو هو بعدين سبب حنا نقدر يعني كان مشروع عكلي يعني أيام وقت نصب بيها دور ما حتى هذا الوقت ما يك صدق مشروع يسوي وده كده ما يصير تاني تاني كم مرة لا أرجع له أو كله هذا كذي يبقى كلو ما يصير هذا أول طابور يقلب السنة مركبة تبيت فرش مشروع سوبر فن وبكل كلام ما هنا تيجي تسيب يقولوا لا لا هذا كل شيء هذا اللي تم مشاريع على تسعة ضع جوجل ضع صار فرع تربية مشروع مروحة حنارة تعيد فيديو يديها مشروع ثلاثة تسعة ضع أو ضع كلام كده هي مشاريع ثلاثة تسعة ضع جوجل ضع كلام كده تمام مشاريع القارنة تمام بدون مهارات مبالغ قارنة حتى بلادنا مشروع يو رجعت سجلت كيلومتر وده اللي قلت حيث رأيي iye bergerak hasanul kalam hatta dimaka arabra ormeno mashari' mahad mabalagh qare wida balala waxii soo blaabay qarna waxii ka mashran qarna waxa weeye waba hada waxa laga fayisa tan ka qabta bisareen isla shaqada ay qabsha ya qorshuhu sidii shirki hore waxa la soo shaqada balala aadiga ki sabaxii sanayda koore waxa lagu waxa la qodro saax labada sare soo socda qalo soo dhawayn marka waxa la hada waxa la soo garaysan faydaado product outlook beena oo sidoo dhaqaalo ay taalin taasna bay ka mahay in dad badan oo ku soo dhigay shirka labaad oo lagu dhigay Norwegian shirka soo dhigay
من ضمنها مركو ربع اللي بيشري جاي من الأيدي وهو الرئيو طبعا غلط حتى بعد ما هو بعيد سفير تيجي هو السفير ده يبقى ما سكره كذا كوريا حتى طبعا غلط هو الرئيو أول ده أرجع كل شيء كذي هو ها ده كيان تريبر ده ديجا كه هو ها ده كل يوم كذا لكن هذا ما كان سياحة أونلاين للسفر اللي بيشري ده صوت هذا وسعر البق كشيء أونلاين مشاريع اللي هم رأينا سنستنا وقول جالسين فرقا هكذا مشاريع اللي جالسنا صح المسامين بواي هكذا مشاريع اللي جالسنا قرآن اللي بيكريب فرنا مرحل اللي هو صبح عن المسامين من الشعب أنا قرأ عن صوصة عنا اللي بيكريب لو انت بروش مطلقة معطل حل مرحل مناسي السواح كمرك عارك اللي قلت لي يو السؤال هزم مرحل المسامين اللي قلت مطلقة سيدي ايه اللي قلت مطلقة مرحل اللي يبادو أردت بيها الجيسان دي بيها الجيسان تنسي بيها يا جاعد أنا وحايا جاعد في كل يكون إلا ما هالجيسين هو ربع دكتورين تسمع مرجع هدي حمان تبيها سيء وأنا أقول لك أنا السنة لما تسعى لما يسمع مرجع لما يسمع حنا نسمع ترى بحدود الله شغال عام ما شفت هذا هذا رجع سود العلاج دخل كذا في دبي بس مجاري سود يعني مرجع كل يوم حنا نسمع يوم سوسة على سعره سؤال شو اللي يجيب ولا تنصر كده فيها دي كل حاجة مرة صح إذا زلت بقى أنا كيف أتني وحتى بدل يوم في سعودي تاني ما نحط بدل حا تاني بتشوف تيجي يكون ريا ده لا ما يري سما وأنا ما أرى ما عدل البؤو نقاط يعني هيش عارفة وأنا طلع الله شنو عايز فيه طبعا وده بس نقطعي فيها دي سك يجي ده حتى بقول ده بس مني وأنا مثلا هم وحارنا وفرصة كل تيم ما راح أقول بتيجي أنا وحنشعر هنا أنا حلوة، أيهوك إلى أن تلعب إلى قيامة ربي، سبوة الغرائة